أطلق بنك الكويت المركزي حملة توعوية مصرفية بعنوان لنكن على دراية، وذلك بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل. هنا جميعا أن نكون على دراية بكل ما يختص بالمعاملات المالية والمصرفية، وهذا هو هدف الحملة التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. لنكن على دراية حملة توعوية من شأنها تعزيز الثقافة الائتمانية والمالية والمصرفية لدى عملاء القطاع المصرفي والمجتمع. هذه الحملة شاركنا بها مشاركة فاعلة بحيث أنها تواكب التطور الحاصل في القطاع المصرفي والخدمات التي تقدم إلى جمهور العملاء، وجمهور العملاء اليوم يشكلون شريحة واسعة من المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية. الحملة تتطرق لعدة مواضيع أهمها عملية الاقتراض والبطاقات المصرفية وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء. تغطي الحملة جميع جوانب خدمات البنوك. راح تركز على شنو دور البنوك في المجتمع، راح تركز على تشجيع الادخار، راح تشجع على راح تبين حق العملاء شنو حقوقهم في ماحت اذا كان يبون يعني في موضوع الشكاوى على البنوك، واذا البنوك ما ردت عليها شلون تقدر ترفع شكاواها الى البنك المركزي. إذن إدراك المبادئ والمفاهيم الأساسية في المجال المالي والمصرفي لتعزيز وعي عملاء البنوك وقدرتهم على استخدام الخدمات المصرفية الاستخدام الأمثل هو هدف هذه الحملة. ديما تحتل، تلفزيون دولة الكويت.